استغل هذه الفرصه لاجدد مره اخرى ندائي لكل فاعل على المستوى الترابي من اجل مواصله المجهودات الكبيره المبذوله في السابق والتي لا زالت في طور الانجاز من اجل مواصله هذا الاشعال بمدينه تيوان التي هي عاصمه للثقافه وللفنون. فالشكر والتنويه لكل مغامرات الجيده والمتميزه في هذا الاطار التي تبذلها جمعيه طاو التسبير على اداء عقود متعدده والتي ساهمت من خلالها مساهمة كبيرة ومتميزة في تفريز مكانة تيوان كقرب وكوجهة وكمحطة وكعاصمة الثقافة والفنون. ومن خلال هذا العمل الجمعوي أود أن أتقدم كذلك الشكر والتنميه لباقي الأنسجه والفعاليات الجمعوية التي تعمل فيها المدرسة ومن خلالها كذلك لكل المثقفين والمثقفات لكل واحد من الموقع ديالو يساهم في هذا الإرناب وهذا الإطار لمدينة تيوان. فالغنى الثقافي لمدينة تيوان هو متميز ولكن مندمج في بعده الجهوي ومنصهر في الوحدة الوطنية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره الذي يولي المجال الثقافي على غرار المجالات الأخرى عناية خاصة وخاصة فيما يخص المجالات ديال الإبداع وديال الفنون وديال تكريس الهوية المغربية من خلال مواصلة هذا المجهود. بسم الله الرحمن الرحيم. نتواجد الآن في القاعة الكبرى من عمالة إقليم تيتوان. سبب وجودنا هنا هو يعني إعطاء الإشارة إعطاء الجلسة الافتتاحية للدورة 12 من ملتقى تيتوان الأبواب السبعة. شعار هذه الندوة السنة هذه 2024 هو مدينة تيتوان الثقافية. يعني سينصب المداخلات ستنصب على دراسة ما هي الخصوصية الثقافية تطوان التي تميزها عن غيرها من المدن مثلا أو عن الجهة وكذا، ولكن هذه التخصصية يجب الحفاظ عليها هذه المتفقين لأنه هو موروث تاريخي يجب الحفاظ عليه، ولكن ديما في روابطه ب الثقافة الوطنية. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انطلقنا بجلسة افتتاحية لملتقى تيتوان الأبواب السبعة في دورته 12 الذي تنظمه جمعية تيتوان أسمير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الجلسة افتتاحية تميزت بكلمات أولا كلمات السيد عبد الرزاق المنصوري عامل صاحب الجلالة إقليم تيتوان وكلمات رئيس جمعية تيتوان أسمير الأستاذ محمد عبد الخالق طريس وكلمة رئيس جامعة عبد الملك السعدي الأستاذ الدكتور بشتى الممني، ثم كلمة رئيس الجهة نيابة عنه ألقاها الأستاذ توفيق البرج، ثم كلمة رئيس مجلس إقليمي الأستاذ إبراهيم بن صبيح، وكلمة رئيس جماعة تيتوان الحضرية ألقاها نيابة عنه الأستاذ حميد الدامون. هذه الكلمات كلها أشادت بالدور تيتوان الثقافي، حيث أن هذه الدورة عنوانها تيتوان مدينة الثقافة. وبهذه المناسبة تم تكريم شخصيتين أعطوا الشعر الكثير لمدينة تيتوان وللوطن بصفة عامة. أولا أستاذ الدكتور حسين بوزينب، والثاني هو الدكتور علي اللوه. وإن شاء الله بقي عندنا جلسات أخرى، الجلسة العلمية الأولى والجلسة العلمية الثانية والثالثة، وشكرا جزيلا. اليوم كرموني هنا في مدينة تطوان جمعية تطوان أسمير، أعتبره تكريما من لدني مدينة لدي معها ماضي بحيث درست هنا في هذه المدينة وتكونت فيها، وعائلتي تقطن في هذه المدينة رغم أنني حاليا
قد غادرتها لمدينة الرباط، وقد سبق لي وأن درست في إسبانيا، درست اللغة الموريسكية والأعجمية الموريسكية، رجعت بعد ذلك إلى الرباط حيث درست في كلية الآداب للرباط، درست المواد اللسانية والترجمة إلى آخره. أحمد السويسي صفة رئيس إقليمي لجمع شمس الصحراويين المغاربة بالعالم. هذه المناسبة هذه اللي كنحضروها الدورة الثالثة عشرة تحت شعار تطوان مدينة الثقافة، رحنا جد فرحانين منيت باش حنا غادي نساهموا كممثلين مؤسسات جمع الصحراويين المغاربة، وحنا دائما وراء الدفاع على الوحدة الترابية ديالنا وراء المغاربة كاملين، وكنطلبوا الصحة والسلامة صاحب الجلالة دام عزه وعلاه، وكذلك حنا جنود مجندين ودائما كنبغيو الوطن ديالنا وكنبغيو المدينة ديالنا وكنبغيو التراث ديالنا. وشكرا لكم جزيلا. رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة لمؤسسة جمع الشمس الصحراويين المغاربه في العالم والبلجيكية والإسبانية، اليوم تم استدعائي لملتقى تطوان الأبواب السبعة في دورته 12 تحت شعار مدينة الثقافة. بالصفة ديال مؤسسة جمع الشمس الصحراويين المغاربه في العالم كنقدموا كذلك الحضور ديالنا نمثلهم في اللقاءات بحال هادو، وان شاء الله غادي يكون تواصل على الثقافة لجميع القطاعات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.